السلام عليكم اخوان. راح اليوم راح اسوي هذا الفيديو لجماعة البرس وخصوصا العلي ابو محمد. هذا الفيديو عن برمجة مفتاح تويوتا بريوس موديل من 2004 ل 2009. يعني اذا عندك مفتاح بس واحد ما عندك احتياطي مفتاح ثاني، فافضل انه تسوي هاي العملية اللي هي راح تكلفك $110 لتوردر هذا المفتاح. مفتاح هو اصلي طبعا، هم برمج بلانك من امازون تأوردره، وبس لازم من تأوردره لازم تنتبه على شغلة واحدة، انه يكون هذا المفتاح مطابق لمفتاح سيارتك. يعني اذا سيارتك هي سمارت كي اللي هي مثل هذا سمارت كي، وشون تعرف سمارت كي؟ هاي العلامة ما تصير فضية، بس العادي العلامة مال تويوتا هاي تصير سودة عادية، فلازم من تأوردره حتى يشتغل كل الشغلات كل الاوبشنات تشتغل بيه. هذا كلفني هو $110 من الامازون، لانه اذا ضاع المفتاح الاحتياط المفتاح اذا عندك مفتاح واحد وضاع ما عندك اي مفتاح احتياطي ثاني، فبهالحالة راح تروح للشركة والشركة راح تشارجك $1000، يعني راح يكلفك اضعاف اللي ممكن هسه تكلفك. اذا عندك مفتاح ثاني وتروح للشركة مفتاح، يعني بس مفتاح واحد وتروح تريد تطلع مفتاح ثاني عليه، هم راح يكلفك تقريبا $500 يعني. وفضل انه تسوي هاي العملية، وانا راح اجرب هسه. انا طلعت من الاونلاين شلون يسووها، فراح اجرب وانا وحظي، وانا حظي اصلا من ضيعت المفتاح الثاني اللي عندي، وبعدين اوردرت وكملت. باليوم اللي اجاني المفتاح اللي اوردرته الجديد لقيت المفتاح الاحتياطي، فراح اجرب انه بعد هو بعد اشتريته راح اسوي 3 مفاتيح. وعلى تويوتا بريوس ما تقبل اعتقد اكثر من 4 مفاتيح، يعني اذا تبرمج تقبل تبرمجه بس 4 مفاتيح او 3، ما اعرف ايش قلت، بس لها عدد محدود، ما تقدر كل شويه تبرمج لك مفتاح، لازم تروح للشركة إذا تجاوزت العدد، لأن هذا كله ينحفظ بالسيستم مالتها. فهسه راح أفتح المفتاح من الجيس وأرجع لكم. رجعت مرة أخرى، هذا المفتاح الأصلي نخلي مكان التشغيل 4 مرات، والمرة الخامسة نثبته بيه من شيله. 1 2 3 4 5. هسه نفتح ونسد الباب 6 مرات، 1 2 3 4 5 6. هسه نستعمل المفتاح القديم، شوف هسه هذا الجواب الاحمر ثابت، يعني هسه بوضع البرمجة. هسه نخلي المفتاح الجديد وننتظر. هسه هذا دي يرمش الجواب، هسه دي يدور على الكود مالته، ننتظر الى ان ينطفي الجواب. نشوف احتمال اكثر من دقيقة يطول، طفى الجلوب. هسه المفروض يعني تبرمج على الحالة، يعني طفى الجلوب هسه هو، يعني معناتها لقى الكود. خلينا نشوف هسه نسلع قام يرمش، نقول يعني كان ماكو مفتاح. خوف، خلينا نطلع هسه، خلينا نطفي. هسه شو راح اسوي؟ هذا المفتاح الاصلي مالته القديم اللي هو يشتغل، راح اطلعه وراح اوديه بعيد عن السيارة.
حتى نشوف هذا المفتاح الجديد يتبرمج له ولا قام يشتغل له ولا. فراح اطلع هسه اودي واجيكم. رجعتكم هسه، وهذا المفتاح الجديد اللي برمجته، والمفتاح ذاك وديته بالبيت كلش بعيد. خلينا نشوف، هنخلي المفتاح ونجرب نشغل السيارة. هاي السيارة هسه اشتغلت، هسه شغلنا السيارة. هاي بس الخطوة الأولى هسه اللي سويتها أني، اللي هي برمجت المفتاح الجديد حتى السيارة تشتغل. هاي السيارة اشتغلت هسه. هاي تشتغل السيارة هسه. بعدك الخطوة الثانية اللي هي الخطوة الأصعب، خطوة برمجة المفتاح حتى يبدي يقفل ويفتح الباب، يبدي يقفل ويفتح الباب. جت العملية المعقدة، عملية برمجة مفتاح حتى يبدي يقفل ويفتح الباب. لازم نستعمل المفتاح القديم، أول شي لازم نفتح الباب. خليها مفتوحة، بعدين تكون انلوك السيارة، لازم تكون انلوك. خلي الباب مفتوح هسه، دخل المفتاح وانطلع، دخل المفتاح وانطلع مرتين، سد الباب افتحها، سد الباب افتحها، دخل المفتاح انطلع، سد الباب افتحها، سد الباب افتحها. خلي المفتاح ونسد الباب هسه. هسه 3 مرات ندوس الدقمة الباور، هاي وحدة سنتر تطلع اللوجو مال تويوتا. شويتو هسه هاي وحدة، اثنين بس لا تدوس بريك يعني لا تشغل السيارة. هسه 3، هسه ورا ما سويت هاي العملية اطلع المفتاح. سمعت الدبابة فتحان وسدان مرتين. المفتاح الجديد غير مفتاح، واحدة اثنين مفتاح الجديد قصدي هسه، بس واحدة اثنين ثلاثة أربعة هيك، بعدين انغلق انغلقت هسه السيارة هسه صار. هسه شو نسوي؟ ندخل المفتاح بالستارت مود او نفتح الباب. هسه خلاص المود مال البرمجة معتل، هسه تبرمج المفتاح والسيارة قامت تنقل تنفتح بعد عام طويل. العملية سويتها ما اعرف كم مرة والله. هسه هذا القديم ليقفل يفتح الباب، هذا الجديد قفل يفتح الباب مع السيارة. وتمت العملية بنجاح متعب. إن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. بس يعني واحد سيبدأ بـ1000 دولار، بس هاي العملية، هاي العملية يسموها تشيكن دانس، ما اعرف شنو يعني قصة الدجاجة، ما اعرف شنو هي. ولكن المهم صارت. يلا باي باي.